يسودها الخوف، حالة انتهى منها عامر مطر على الأقل مؤقتا، فهو يرغب في العودة إلى بلده سوريا، ويعتبر ألمانيا مجرد محطة لإعادة شحذ طاقته والإحساس بقيمة حريته. قبل الثورة وأول الثورة كان الخلاص من النظام الدكتاتوري الحاكم في سوريا. بالسجن كان أن يطلع من السجن وخلص من القبر اللي أنا فيه. اعتقلته المخابرات السورية وعذبته مرتين، وذلك بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة. كان عامر مطر يشارك في إخراج الأفلام السينمائية، وعمل كمخرج مساعد لهذا الفيلم التسجيلي في مدينة حماة. الفيلم أظهر الاحتجاجات التي جرت حينها ضد الحكومة قبيل دخول قوات النظامية للمدينة وارتكاب فظائع هناك. يعني الفترة الأخيرة أكثر شيء كتبت عن الموت، لأنه هو الأكثر حضور بحياتنا نحن السوريين آخر 4 سنوات، لأنه كل الوقت أصدقاء قتلى وأهل قتلى. كوابيس يرويها للفنانة ميسي فان، التي تحاول دورها تصويرها عبر الأعمال المسرحية لشرح أبعاد مأساة السوريين ومعاناتهم جراء الحرب. يعني الحلم دائما مجنون، وأحيانا بيكون أقل جنون الواقع، أحيانا يكون أكثر جنون الواقع. فلهيك أنا بحب استفاد منه بالكتابة، لأنه تصير الكتابة أجمل. الكوابيس كمصدر إلهام يعتمد عليه في عمله، ورغم استمتاعه بالأمان في ألمانيا إلا أنه ما زال يحلم بالعودة إلى حضن وطنه الأم سوريا.